السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى على القناة. في هذا الفيديو إن شاء الله أشوف واحد الوصفة اللي جد رائعة، بالنسبة كما تشوفوا في أسفل الفيديو، بالنسبة لتساقط الشعر، بالنسبة لتكثيف الشعر. هذه عندها هذه الوصفة عندها واحد المزايا جد 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 رائعة، ولكن كما تنقول لكم مع الاستمرارية البنات تعطينا النتيجة. وقبل ما ندوش لهذه الوصفه ونعطيكم المكونات ديالها، تنتمنى تدعموني البنات، تدعموني وتنوجه النداء ديال جميع المشاهدين والمشاهدات اللي كانوا معايا في القناه او اللي عاد التحقوا بالقناه. الى عجبتكم القناه سيروا وضربوا واحد الدوره في الفيديوهات اللي عندي في القناه واحكموا بنفسكم. الا كانت تستاهل الدعم والاشتراك والمشاهده، ولا كانت تستاهل كل شيء كل شيء كل شيء، ما عليكم الا تساعدوني وباش تكبر القناه ان شاء الله، لان كما تنقول لكم صافي هذيك كاتها وما خدرش الحق ديالها كجميع القنوات. دونك هنايا ندوزو الوصفه ديالتنا اليوم اللي جد رائعه، وتنتمنى تجربوها، تنتمنى من كل قلبي ديروها بهاد المكونات بسيطه وموجوده، ما كانش يضر اللي ما خاطيها لهاد المكونات. المكون الرئيسي الرئيسي اللي عندنا في هاد الوصفه الا وهي زريعه الكتان. هي دي، انا خليتكم باش تشوفوها اللي ما عارفينش زريعه الكتان، بالنسبه للبنات او الشباب اللي ما عارفينش زريعه الكتان، هي هادي هنا شديتها طحنتها مزيان. ها هي هنا الكميه خليتها باش نستعملها، تمكن ما طحنوش، ديروا الا قديتوا طحنوا بالنسبه للاسبوع، جوج مرات في الاسبوع طحنوها وتهناو بالمره، ماشي كل مره طحنوا، الا ديروا مقدار ديال الاسبوع ديروها جوج مرات تكفي. وهنا عندنا السانوج اي حبه البركه، هنا طحنتها كذلك مزيان. ها اللي ما عارفش السانج او حبه البركه، هي دي حبيبات صغار سوداء. وعندنا كذلك حتى هذا البنات، ديروا هذا عصر البصله طحنوها او حكوها، وهذا في الاخر تتاخذوا واحد العصر تبقاو تعصروا البصل ديالكم، وتتعطينا العصر البصله تقريبا خذوا واحد كاس حتى نصف الكاس، ما تخافوش البنات على الريحه. وعندنا هنا الزيوت، الزيوت البنات كما تنقول لكم ديروا اللي عندكم. انا عندي هنايا الزيوت السبعه هنايا، هادو هاد السيت هذا تطحن انا قدامي البنات، ما شريتوش كا تطحن قدامي. وهنايا البنات القطران، نسيت القطران عليكم، سيروا ديروا هاد الزيت ديال القطران رائع رائع رائع، القطران الرقيق، ويمكن لكم حتى هو ليه منافع غزاله البنات اللي عنده شعره خفيف. هذا البنات القطران ديروه مع الحنه، عرفتي روعه، تعطي واحد النتيجه، ولكن مع الاستمراريه. راه ما كايناش البنات شي وصفه اللي النتيجه تخرج لكم او ميم طون، هذاك لو جوغ اللي درتو فيه تخرج لكم، الاستمراريه هي النتيجه المبهره. هادو هما المكونات اللي عندنا، صافي الان ندوزو الطريقه. لهنايا نحيد عليا هادو، هنا البنات ناخذ مقدار ملعقه، هانتوما شوفوا مقدار ملعقه كبيره، هي ناخذ جوج معالق صغار. هذا بالنسبه للبنات، انا تعطيكم المقدار اللي ندير انا في شعري، كنت نديرو وقلت علاش لا ما نشاركها مع المشاهدين تاعي. هنا بنات عقلوا، هنا غير حبه صغيره، ملعقه صغيره ديال السانوج، ملعقه صغيره ديال السانوج. من بعد تناخذوا تقريبا واحد الملعقه صغيره ديال الزيت، الا عندكم الزيت الكوك حتى هو يا البنات راه زوين، الزيت البلديه كما تنقول لكم دائما تتغليوها عاد ديروها.
بكري البنات هذه الوصفه هذه راه بكريش كانت يديروا، ما كانش هاد الزيوت، كان زيت الزيتون لا غير، وتبارك الله ما شاء الله كانت تعطي واحد النتيجه زعما ما نقول لكش، تبارك الله راه كان سالف هنا شي قطره البنات، قطره ديال الزيت القطران والقطران الرقيق هنا في الاخر، عاد تنضيفوا مع العصير ديال البصله كما تنقول لكم البنات، راه هذه الوصفه اللي تنعطيكم راه ماشي تنجي عشوائيا وتنبقى نعطيكم نيمبورت كوا، ولكن حتى تنديرها وهذه راه معروفه، هذه البنات معروفه المعروفه غير الجديد اللي فيها وهو الزيوت صافي، ما بكري راه كنغزل الزيت والزيت البلديه كي تنقولوا بالعاميه، الزيت البلديه هي اللي كانت صافي. ها انتم كما تشوفوها شفتوا ما تد ما تديروا تكون شويه خاثره هكذا صافي، تطبقيها على الراس نتاعك في الشعر ديالك، تدلكي مزيان وتديري فيها هذا كامل وتتخلي تقريبا واحد الساعه، ساعه حتى لساعتين هكايا حتى باش تشرب لنا هذه المكونات كامل، الفروه ديال الشعر ديالنا تشرب لنا هذه المكونات نتاعنا، وصدقوني جربوها جوج مرات في الاسبوع وردوا عليا الخبر في التعليق، انتم راه شويه بخلاء باش تكتبوا لي التعليق، راه شويه بخلاء شويه توقدوا مع خديجه الله يرضى عليكم صافي. كما قلت لكم جربوها جوج مرات في الاسبوع وردوا عليا وهنا معاكم صافي، ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه في فيديو مقبل بحول الله، وما تنسوش كما قلت لكم لي لايك والبارطاج باش تعمل فائده على الجميع، اذا تنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وخلوني نمشي ندير هذا فراسي، يلا مع السلامه.